العلاقات دائما انها في اوج تطورها والحمد لله، بغض النظر عن جميع اشياء صغائر الامور اللي تحصل هذه، لكن العلاقات الاخويه الشقيقه جدا قويه جدا جدا، والحمد لله هذا الفضل لله، والقيادات الحكيمه ما شاء الله في البلدين تعي ذلك، ودائما الحمد لله علاقاتنا من حسن الى احسن دائما وابدا.